السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، نعم، الله يبارك فيك ويحفظ حضرتك. ولك بمثل، آمين يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، بعد إذن حضرتك، قراءة القرآن عدد الختمات أولى ولا حفظ القرآن؟ يعني أنا بحفظ القرآن بفضل الله، وعايز أعرف، كنت عايز أوقفه في الأيام دي. لا، هذا وذا كل فيه خير. يعني رأي حضرتك جزء وجزء، جزء حفظ وجزء تلاوة. طيب، أنت ختمت القرآن مرة في رمضان؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله، خلص ركزي في الحفظ أيضا. طيب ماشي يا شيخ.